بيروت ديجيتال ديستريكت بلش بال 2012. لما بلشنا كان عنا هالرؤية، ومن هون قلنا بدنا نعمل هالمنطقة اللي تكون رائدة لتقدر تأمن لهم لهالشباب الحيوية والانفايرمنت المناسب ليقدروا يكبروا شركاتهم، يخلقوا شركاتهم ويبدعوا من لبنان، وليصير لبنان production hub يشتغل هون، نخلي الشباب هون، reverse the immigration لهالشباب اللي عم يسافر لبرا، نقدر ساعده بخلق وظائف العمل بلبنان ويبيع للعالم. بدعي كل واحد بصح له يجي لهون ليشوف هالانرجي يلي نابعة من هالشباب، يلي الكل لما يفوت بيقول It's a bubble of hope. أنا اسمي محمد رباح، founder and CEO of Beirut Digital District، وأنا حلمي أرجع أشوف لبنان سويسرا الشرق مثل ما كانوا يخبروني عليه أهلي، وهالحلم يبلش من منطقة بيروت الرئيسية.